بيكم مرة تانية في قناة سندريلا سيكريتس Around the World. ولو كنت أول مرة تشوف القناة بتاعتنا ما تنسيش تعمل لايك شير سبسكرايب على قد ما تقدر. قناتنا خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية من خلال رحلة الجولي فونكس. أي حد مش عارف الجولي فونكس هو إيه، أنا أقول لكم إنه هو علم الصوتيات أو السينفاتيك فونكس. حلقتنا النهاردة هتبقى مختلفة عن كل الحلقات اللي فاتت، هنعمل لكم تجديد وتنويع علشان ما يبقاش فيه أي نوع من أنواع الملل وانت بتذاكر. هنشتغل النهاردة إيه؟ هنشتغل pronounce that correctly، يعني انطقها صح. pronounce that correctly. في كلام كتير حوالينا احنا بننطقه غلط، وفي كلام تاني بننطقه صح. تعالوا نشوف ايه الحكاية. اول word معانا هتقابلنا هي word بننطقها girl، ولكن هي بتتنطق girl. again girl girl وليست girl. no. تاني word معانا بننطقها احنا كالعادة world، ولكن the correct way to pronounce this word is world. world. again world. world. وليست world. no. no. come on. تالت word هتقابلنا هتكون معانا هي word started with sound b. back. back. وليست book. book. no. it's a park. park. كتاب. park. repeat after me. park. Go away. تعالوا نشوف الورد اللي بعد كده هتبقى ايه. يلا بينا. Oh no, it's a water. وطبعا الورد دي عليها اختلافات كتير قوي، واغلبنا بنقولها غلط، ولكن هي ليها two pronounced، واحد فيهم American والتاني British. تعالوا نشوف الامريكان اكسنت بتاعت الورد دي بتقول water او water. water او water. البريتش اكسنت بتاع الورد بيقول لنا ان هي بتتنطق as a water. water. ده الامريكان وده البريتش، انما ووتر مش موجودة خالص في أي حتة. تيجي نشوف الورد اللي بعد كده بننطقها ازاي. واو، it's a pencil. pencil. ولكن مش pencil. no. pencil. pencil. الورد اللي بعد كده بتقول لنا ان هي بتتنطق there. 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 مش they are. no. بتتنطق is there. وطبعا بعد ما احنا اخدنا pronounce that correctly
عندنا كمان مفاجآت كتير قوي، تابعونا لحد اخر الفيديو وانت هتشوفوا حاجات كتير هتعجبكم. وطبعا اللي هيسالني بيقول لي طب الجالي فانكس هنكملها ازاي؟ ايوه هنكملها طبعا، بس احنا اخدنا لحد دلوقتي جروب كامل في 6 ساوندز، اخدنا جروب نمبر 1 كله، فهناخد بريك يعني هناخد فيديو او اتنين، حلقة او اتنين عبارة عن حاجات متنوعة تانية، عشان هنرجع تاني لجالي فونكس بقوة اكتر من الاول. يعني اللي هيتابع سندريلا سيكريتس اراوند ذا وورلد منه هيستفيد من خلال تحسين النطق كامريكان اكسنت في الجالي فونكس والصوتيات، وكمان هناخد فلوجز تانية متنوعة في اللغة الانجليزية زي انطقها صح وزي حاجات كتير موجودة في اخر الفيديو ده، بس اتفرج عليه لحد الاخر. وهناخد كمان الكالرز، وطبعا الاطفال الصغيرين بيحتاجوا يعرفوا الكالرز الاساسية في حياتهم، فاحنا هناخدها النهاردة. اي طفل صغنون بيتفرج على التشانل بيتفرج على الفيديو ده محتاج يقول ورايا كل كالر. Repeat after me my friend. This color is white. 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 This color is black. Black. This color is brown. 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 And what about the color of the tree? Yes, it's green. 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 What about your favorite color? My favorite color is purple. 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 And the boys always love the blue color. Blue. 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 I love orange color. Orange. 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 When I go to the market, I sew an apple with a red color. Red. 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 And the sun in the sky with a yellow color. Yellow. 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 All in the world adores pink color. Pink. Pink. My favorite color. Pink. Pink. That's it, my friends. There are a lot of colors around us. اتمنى اكون افدتكم، ولو بنسبة بسيطة ياريت تكرروا معايا اي word احنا بنقولها بالاكسنت علشان تكون الاكسنت بتاعكم مظبوطة. ودلوقتي جي معادنا لأحلى فقرة في البلوج، ألا وهي شكرا لكل حد كتب كلمة حلوة في حق القناة. شكرا بجد لكل حد دعم القناة لو بلايك حتى، وزي ما الناس دي فرحتني من حق القناة كمان انها تفرحهم وتعمل لهم السيربرايز دي. احنا جبنا السندريلا مخصوص عشان تقول لكم thank you. Get some.
بجد شكرا لكل حد كتب كومنت ايجابي علشان يدعم شغل القناة. Cinderella Secrets Around the World بتقولك من كل قلبها thank you. وزي ما وعدناكم هنعمل لكم كل مرة سيربرايز هايلة احلى من دي ان شاء الله. Don't forget to click on the like button, subscribe and do the share as you can. Thank you.